بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. محمد صلى الله عليه وسلم. بداية أرحب بالحضور الكريم وبمختلف الإعلام الاجتماعي وشبكاته، شكرا على الإعلام، ومن خلالكم برؤساء وتمثيليات التنسيقيات السبع بين قوسين أو سرد النهوض بحقوق المتقاعدين آسا، الوحدة الطنطان، الكبرى أكادير، تارودانت، فم الحصن، ثم لحمة واد نون، المنضوين تحت تكثل الجنوب التابع لمجلس أسى الزاك. أرحب بكم جميعا في أعمال هذه المحطة، موضوع هذه المحطة الاستثنائية المميزة الغير عادية، محطة على مستوى تكثل الجنوب بجهة قليميم واد نون. ها نحن اليوم نعيش انعقاد هذا الحدث الجنوبي البارز، والذي يقدم من خلاله مناضلات ومناضلي تكثل الجنوب التابع لمجلس أسى الزاك، نموذجا حيا في النضال والحوار والتوافق والتضحية، بل الانتصار للملف المطلبي. كذلك يساهمون من جديد في إعادة الاعتبار للحضور النضالي النبيل، بعيدا عن الصامتين والشامتين والمتآمرين على حساب حراك ونضال المتقاعدين والملف المطلبي. نطمح اليوم على خروج هذه المحطة، الاستثنائية بالتوصيات والقرارات المناسبة لفائدة الملف المطلبي ولحراك المتقاعدين من كل الأصناف. أعتقد جازما أن الوقت حان لنتحدث بصراحة، أن نتشاور، أن نتواصل، أن نصحح مسار الحراك والنضال، أن نقيم سنوات مضت لتتضح لنا الصورة، نقيم من أجل أن نفهم ما ينجح وما لا ينجح، نقيم أين كنا وأين نحن وإلى أين نتجه، نقيم النتائج الملموسة على أرض الواقع لحساب الخسارة والربح والمكسب. هل لنا أن نتساءل أين يقف نضال وحراك المتقاعدين؟ ديالنا ودير لايك للفيديو، بارطاجي الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، جريدة أرض بلادي، جريدة وطنية متجددة على مدار الساعة.